شهدت مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات خلال شهر جوان المنصرم 100 حريق أدى إلى إتلاف قرابة 45 هكتار من الثروة الغابية في ولاية باتنا. تفاصيل أكثر في ميكروفون سعيد حريكة. بعد تنسيق مع متواصل مع مصالح الغابات سجلنا 100 حريق، يعني هاد 100 حريق فيهم الحضور تاع الحمايه المدنيه وفيهم اللي كان اباده الحريق من طرف مصالح الغابات، يعني هاد 100 حريق سجل فيه 45 هكتار غابه. هذا الهكتار غابه يعني سرعة في التدخل من طرف مصالح الحماية المدنية بالإضافة مصالح الغابات.